تتواصل أشواط صباح هذا اليوم، والشوط الحادي عشر تعلن فيه الانطلاقة عن الأبكار الفطامين في ميدان دستور الذي تتواصل فيه هذه الأشواط. في هذا الصباح مباشرة أذهب إلى المركز الأول وأبحر في عمق الميدان مع هذه الدانات، دانات الأصالة وهذه مزون لعايض بن حسن بن هادي الإحبابي، تتقدم على المركز الأول وتحمل رقم واحد، بينما تليها في المركز الثاني وهذه هجر لعامر بن حمد بن علي العمري، تتقدم على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت سلهود لسالب سعيد بن كاسب المسافري، والمركز الرابع هذه تكريم بو يا هذا الاسم يا السنيدي، تكريم عبد الله بن خميس بن ناصر السنيدي، وكذلك هذه النتيجة لهذه المراكز وهذه الانطلاقات الجميلة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، عودة إلى المراكز الأولى، عودة إلى مسار هذا الشوط وتحدياته في هذا الانطلاق 1500 متر، مسافة هذه الأشواط، انطلاقات هذا الصباح يوم الخميس، انطلاقة ميدان دستور، ولا زالت لا زالت مزون مزون عايض بن حسن بن هادي الإحبابي يتقدم على المركز الأول، وبجوارها هجر 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 عامر بن حمد بن علي العمري يتقدم مع المركز الثاني، مزون وهجر هجر ومزون في انطلاقة رائعة، في تحديات، في آثاره، في حماس قوي، هجر 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 هاجرت بالناموس، شكلها جميل ويها غاوي، انطلاقتها تحدياتها. يا سلام هذه هجر، هجر بالمركز الأول، يا سلام هذه هجر تسيطر على مقدمة الشوط، عامر بن حمد بن علي العمري يقدم هجر، يقدم هجر وهي تنطلق بالمقدمة، خلاص خلاص يا سلام هذه هجر تنتزع ناموس هذا الشوط. هنا عامر بن حمد بن علي العمري على فوز هجر بالمركز الأول، المركز الثاني مزون لعايض بن حسين بن هادي الإحبابي، والمركز الثالث عندك يا المسافري سالب سعيد بكاسب المسافري. التوقيت يا أبو سلطان 13 دقيقة أو 13 دقيقة، دقيقتين وثلاثة عشر ثانية، عفوا دقيقتين وثلاثة عشر ثانية، ما شاء الله يا هجر نهايتها وتحدياتها جميلة، يستاهل مالكها الفوز ويستاهل الناموس.